الو جو كخوا غتسمحوا لي لانه يقدر اللايف كان بارطاجي مع الناس ديال البيبليك. كان عليا دابا انا نسيت ما درت لكمش ما درتش الجروب تاعنا بوحدو، داكشي باش لقيت شي وحدين داخلين. شي وحدين معرفتش كنا هاد الناس هادو داخلين عندي الجروب ديالي، داكشي باش سمحوا لي بزاف، حيت فريمون لقيت بانه كاين شي ناس ما انا ما كاين عندي في الجروب لقيتهم كاينين معنا في اللايف. دابا راه عاود سديتو باش نعاود ندخل يكونوا ديالنا حنا بوحدهم. صافي يلا نكملوا ان شاء الله. نشوفوا لا كيسيون 3، لا كيسيون 3 كي سون لي بيرسوناج بريزون دون سو تيكست. سؤال رقم 3 قال لك اسيدي شكون هما الشخصيات ديال هذا النص هذا لي بيرسوناج بريزون. انتما شفتوا حطوش قال لكم لي بيرسوناج بريزون ماشي غير اللي مذكورين، اللي كيشاركوا في السرد، اللي عندهم واحد الدور، اللي دار واحد الحركه داخل تكست. داكور شكون هما؟ كاينين ثلاثه. كاين من الاحسن واحد القضيه ننصحكم بها، نهار امتحان موحد الا عطاكم مثلا لو بير عطاكم سميتو سبقوا السميه على تقولوش لو بير. الا كون دابا حنا عندنا هنايا لي بيرسوناج شكون هما؟ كاين اناتول داكور هذا هذا الولد هذا، كاين بوتي طونج غنكتبوهم كيف ما كتبوهم حتى هما، ما غاديش نكتبوهم مينيسكول على حسب كيف ما تكتبوه في التكست. الوغ بوتي طونج مكتوبه ماجيسكول حيت هي دي سميتو داكور، و غادي نكتبو لو بير ولا لو بابا ماشي بابا. الا كتبتو بابا بحال كتقول بابا، لو بابا كضيف ليها لو داكور. كون كانت سميتو غادي نكتبو سميتو احسن ما تكتب لو بابا. صافي مثلا نكتبو لكم اناتول ان بوتي غارسون، ما تكتبش لي ان بوتي غارسون، اناتول سميه سميه في الامتحان كتغلب الدور ديالو في النص. الو هادو هما اللي كانوا حاضرين في الحوار ماشي لا فامي. لا فامي ذكروها جينيرالمون، ولكن شكون اللي هضر شكون اللي تحرك هو هذا اناتول بيتي طونج اي لو بابا. داكور نمشيو دابا نشوفو السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 قالوا لينا ميتي فري او فو دوفون اون دوفون شاكون دو سي افيرماسيون، يعني اش غادي نديرو هنايا، بغينا نديرو صحيح ولا خطا. قال لك اناتول مونجا افيك سي دوا، قال لك واش اناتول كان تاكل بصباعو؟ بيان سور كو نو، كان ولكن في التكست قال لك ما قال لك هو كان تاكل، ولكن دابا ولا كيستعمل لا فورشيت ولا كويير ولا كوتو، يعني الموس والفورشيت والمعلقه، اذا فو داكور. وبغي نخليكم ردوا البال هاد فو كيفاش كتكتبوها، لحقاش راك على حسب مو صحيح، حيت كان تيكتبنا فو هكا. ردوا البال هاد المساله هادي، الا كانت هادي راه خطا ما محسوباش لكم، لحقاش هاد فو المعنى تاعها شنو هي؟ هي الحمق، شي واحد حمق، يعني الجمع يعني حمقى، الناس حمقين. الوغ لا هافو كتكتب اف ا او. صافي لا دوزيام افيرماسيون سو جور لا اناتول ا شانجي دو كومبورتمون، قال لك هذاك النهار اناتول بدل السلوك ديالو، واش فغي ولا فو؟ فغي صحيح، لانه هو داكشي اللي كان تيدير مابقاش كيديرو. وفغي الله يخليكم ما تكتبوهاش، لان كاين تكتب عندنا الاس خطا فغي. حيت ديجا عرفتي علاش حنا علاش الاساتذه كينقصو فهاد فهاد علاش الاساتذه هاد التمرين كينقصو فيه؟ لانه كيعطيك هو يا شوف كي كاتبها، شوفوا ردوا البال كيفاش كاتبينها، كاتبين فغي كاتبينها بكحل مزيان باش تبان لكم اوفو. يا انا نبدا نكتبها لك فغي مكتوبه مزيان، اوفو مكتوبه مزيان، وانت كتخطئ ليا في الاختوغار في الامتحان الجهوي، اذا كتقلب على الصفر. الوغ ردوا البال المسال عاوتاني مزيان، هما كتبوا لكم في الطابلو عاوتاني باش تردوا لهم البال، يعني ملي تكون تكتب في الاختوغار الا الاستاذ عطاك واحد الجمله صحيحه وانت خطاتي في الاختوغار ديالها غادي ينقص لك النقاط، اما الا كتبتيها كيف ما كتبها هو غادي يخلي غادي داك الاخطاء الاخرين انت اللي غادير من راسك غادي يقدر يتجاوز عليهم. صافي نمشيو دابا لا كاستيون نيميرو 5. لا كاستيون نيميرو 5 كيسكو اناتول افي لابيتود دو فير ا طابل، قال لك شنو كان متعود اناتول يدير فوق الطبله، يعني ملي تكون تاكلو شنو كان معود؟ ها هما عطاو لنا هنايا نشوفو في السطر الاول في السطر الثاني بلوتو، لا في السطر الثالث قال لك اشنو كان اشنو لابيتود ديالو، كاينين بزاف حنا غادي نديروهم كاملهم وانتم درتو غير حدا راه صحيحه. اي لافي لابيتود غادي نقول il avait l'habitude قبل ما يبدل السلوك ديالو دو مانجي افيك سي دوا، اول حاجه كان
كان دائما تاكل بصباعو. كاين واحد جواب اخر اللي درتو غير هذا صحيح. كاين واحد اخر دو لونسي راه مكتوبه هنايا دو لونسي دو بيتي بوا يعني كيزف على خوه بالجلبانه دو بيتي بوا ا بيتي طونج داكور. هادو كاع سلوكات كان تيديرو وحتى واحد السلوك اخر كان تيديرو وحتى دو ماشي ماشي يعني كيندغ غادي نكتبها هنايا. الوغ السؤال السلوك الاخر اللي كيدير هي ماشي دي بوليت دو فيوند لا بوش اوفرت اوفرت. هادو كاع سلوكات كان تيديرو. وكذلك اخر سلوك كان تيدير هو راه كاين في الاخر ديال سميتو سي دوني دو كو دو بيي. انا راه جمعتو دوني دي كو دو دوني دي كو دو بيي سو لا تابل داكو. نتوما في الامتحان ديال القسم ماشي شي غتكتب ما غتكتبوش كلشي وحده بركة. يا اما تكتب ليه الا في لابيتود دو مونجي افيك سي دووا يعني كان تعود تاكل بصباعو. يا اما غتقول ليه دو لونسي دو بتي بوا ا بتي طونج ولا تقول ليه كتهزف على خوه بالجلبانه ولا تقول ماشي دي بولات دو فيون دو لا بوش اوفيرت ولا كان تاكل اللحم وفمو محلول ولا دوني دي كو دو بيي سو لا طابلو كيضرب رجليه تحت الطبله. حدا فهاد الجوج فهاد الثلاثه اللي درتيها صحيحه راه حيت هما قال لكم تذكروا كل شيء صافي. نمشيو دابا حدا فيهم صحيحه نمشيو دابا للسؤال رقم 6. السؤال رقم 6 في لا كومبريونسيون انا ما كتبت لكمش قبل لا كومبريونسيون. لوكيل دي دو زونفون اي دابري فو لو بلو ساج قال لك دون سو تيكست قال لك شكون فهاد جوج دراري اللي هو ظريف اللي جلس بثبات مثبت فضلكم شكون هو لو بلو ساج. كان هو اناطول وغادي تقول لو بلو ساج. انا ماشي مشكل ممكن غير تكتب داك عاد لو بلو ساج. لي مهم حنا عندنا هو الجواب لو بلو ساج اي اناطول. نتوما كاع ما تكتبوش كاع لو بلو ساج كتبوا لهم غير اناطول اناطول ياك وباقي ما كملناش. قال لك جوستيفي فوتخ ريبونس اون اون فراز قال لك عطاني واحد الدليل من النص اللي كيبين على الجواب ديالك واحد من النص تو سامبلومون. كاينين بزاف مثلا تقدر تقول لهم هنا كاينه il resta bien droit sur sa chaise هذه بعدا من بين الاجابات اوي مزيان وي انا طول برافو عليك هنت. الوغ هنايا resta bien droit sur sa chaise هذا من بين الدلائل اللي كيبينوا بانه هو اللي جلس ظريف. الوغ il resta bien droit sur sa chaise ها وحده. وكاين واحد اخر عاوتاني ديال الى راه كاين 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 في السطر الثاني ها هو كاين اناطول اتوليزا سا فورشيت سون كوتو اي سا كويير. هادو حتى هما هادي كتبين اناطول اتوليزا سا سا فورشيت حتى سا كويير صافي. هادو كيبينوا بانه كان جالس يعني قاعد متبت. واي اجابه تكون قريبه من هادو راه كتقبل على حساب المصحح داكو. ماشي تقولوا لا تخرجوا من الامتحان تقولوا لا ما صوبنا حتى شي حاجه. نتوما ما كتعرفوش كيفاش كيكون صحيح وراه كاينين اجوبه كثيره ممكن تحطوا سورتو في لا كومبريونسيون داكو. الوغ مرحبا بنتي الا با دو الا سو لا طابل اي مزيان فوالا. نمشيو دابا لا كيسيون قلنا 6 درناها درنا لا كيسيون 6 فوالا كملنا مع لا كومبريونسيون. دائما لا كومبريونسيون تيكون فيها 6 ديال الاسئله ما تيفوتوهمش. نمشيو دابا لا لونغ لونغ كومونيكاسيون يعني نمشيو لونغ نشوفوا شنو فيها. الوغ لونغ تا
طياره ساهله في المتناول غير هو القادر ننصحكم بها الله يخليكم الى لاحظتوا راه كتبوا لكم هنايا راه كتبوا لكم وحده امبورطون ليزي اتنتيفمون لو تيكست افون اي ريبوندي او كيستيون سور سيت في هذه عطاو لهم ورقه التحليل انا جاوبوا في هذه خاصهم يجاوبوا فانتوما شنو هو اللي كيهمني انا هو ليزي اتنتيفمون لو تيكست يعني راه عندك ساعتين في الجهوي ساعتين يعني خاصك تبقى تقرا التكست القراءه الاولى ما كتبين لك والو ما كتفهم حتى شي حاجه قرا القراءه الاولى القراءه الثانيه واخا جلست نص ساعه وانا كنقرا فيها ماشي مشكل لانه ساعتين عندي كافيه باش ندير فيها العجب نقرا مزيان التكست ونبقى نستر على دوك لي بيرسوناج ندور عليهم لي ليو ندور عليهم لو طون المكان ديال المكان ديال لو ليو ديال الحادثه هي غنستر على مكان الحادثه اوقات كلهم داكشي اللي غادي ينفعني ونحاول نقرا شويه غيتحل الباب نعاود نقرا شويه غادي تعاود شويه غادي تبقى داك الدماغ تاعك كيتحل حتى كتفهمها عاد نقدر ندوز لا كيستيون ولا لي كيستيون باش ندير ما باقاش نزربو من الاول صافي الوغ نمشيو دابا للسؤال ديال لا لونغ لا بروميير كيستيون لا بروميير كيستيون قال لك لاكيل دي دو سي دو دو سي دو فراز اكسبريم هادي La comparaison. La comparaison, on a mukarana. La première phrase fait comme Anatole ne lui donnait pas des coups de pied, petit ange ne comprenait rien. Anatole jetait des coups, des petits pois sur son frère comme le ferait un petit ange. Wachasidi. Pardon, un petit singe. Ashnou knegna. Kine yedna knegna. Klikoum ashna juge diel kom. Wahda katkoun fras ljoumla. Wahda katkoun fwasat ljoumla. وكنت قلت لكم بانه كوم اللي كتكون في راس الجمله دائما الانديك لا كوز السبب وكوم اللي كتكون وسط الجمله انديك لا كومباريزون لا 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 بنتي الانشاء ما خصكش كفي ساعتين الا عندك شتي الا عندك الفوكابولير وما طلع الا عندك الرصيد اللغوي مزيان ما تخافي حتى حاجه داكور نشوفوا هاد لا فراز بي كوم هي رقم جوج اذا او بلوتو هي في وسط الجمله ملي كتكون كوم وسط الجمله اذا هادي انديك لا كومباريزون اذا لا فراز اللي فيها لا كومباريزون هي بي داكور اي استر اليوم ماشي مشكل ما عنده ما يقول لك بسمة امل ما كاين حتى مشكل على حساب امتي الا لاحظتي هادي هاد الورقه ديال الامتحان تاع هاد تاع 2018 لا هادي راه لاحظت راه فيها فين تجاوبي هادي راه عطاوها ليهم وردوها ليهم الا كانت ورقه التحرير عندك الا عطاوك هادي زائد ورقه التحرير ماشي مشكل واخا كاع تكون ديال واخا كاع تكون بتردها لهم هي اللي غتجاوبي فيها ماشي مشكل سطري مع راسك ما كاينش اللي غايقول لك شي حاجه المهم انه تجاوبي مزيان داكو الوغ هنايا لا كيستيون نيميرو 1 ولا لا ريبونس هي بي هو اللي فيها لا كوز اللي هي من اناتول هي اللي فيها لا كومباريزون باردون من اناتول حتى سانج هي ديال لا كومباريزون ماشي لا بروميير فراز لا بروميير فراز حيت كاينه كوم كومباريزون حيت لا بروميير فراز كوم في راس الجمله هذيك لا كوز ملي كتكون وسط الجمله سي لا كومباريزون حيت كاين شي حاجه واحد تيخطا وتيغلط في هذه المساله تيخاف وتصدق في الخم ديال كلشي تبعوا غير بشويه عليكم نشوفوا دابا السؤال الثاني السؤال الثاني قال لك تروف دون لو تيكست 4 مو قال لك او جروب دو مو تروف دون لو تيكست 4 مو يعني اربعه الكلمات او جروب دو مو يعني واحد المجموعه شنو هي جروب دو مو يعني واحد الكلمه كتكون من جوج ديال الكلمات ابارتونون او شون ليكسيكال دو روبا يعني عندهم علاقه بالشون ليكسيكال ديال لو روبا اللي هو الوجبات كاين بزاف كاين انا غنكتب نكتبهم لكم كاملين وديك الساعه شوفوا نتوما يا اللي هي ما مذكوراش في هذوك اللي كتبتو نتوما راه خطا صافي نبداو كاين عندنا هذا السؤال الثاني ديال لو شون ليكسيكال يعني كل ما ينتمي لسميتو كاينه منو يعني قائمه الاكلات كاينه سباغيتي ماشي ممكن ما تكتبش دي ما تكتب بلا ما تكتبوا دي سباغيتي كتبوا غير سباغيتي صحيحه سباغيتي كاين كذلك بولات دو فياند هذه هي اللي قال لكم قبيله او غروب دو مو بولات دو فياند هذه كتسمى غروب دو مو علاش غروب دو مو حيت لاحظتوا هي راه ماشي بحال هادو هادو كيتكونوا من كلمه واحده هذه كتكون من جوج ديال الكلمات هذا كيتسمى ان غروب دو مو صافي يعني هما قال لكم يا اما كلمه او غروب دو مو بولات دو فياند كاين عاوتاني تي بوا حتى هذا غروب دو مو
petit pois. T'as dit, tu vas juste dire les kalimat. Alors, petit pois, كاين carotte. هادو كلهم عندهم علاقه بالوجبات يعني اللي كتشارك في الاكل كاروت كاينه لو فيرب حتى كذلك مونجي حتى هويا حيت لو شون ليكسيكال كيجمع لي ادجكتيف او لي فيرب او لي نون الوغ مونجي كاينه كذلك فورشيت حتى داكشي اللي كنشاركو به باش كناكلو الوجبات فورشيت كوتو كاين كذلك كويير هذه قبيله قلت لكم راه خاطئه في النص خطأ انطباعي جاي من عندهم من لهي الوغ كوتو كويير كاينه كذلك ماشي لو فيرب ماشا نكتبوها كيف ما هي ماشا نكتبوها كيف ما وما نديروش لانفينيتيف ماشا هو كندغ المضغ ماشا كاين عاوتاني راه قبيله خصت عليهم باش يكونوا واجدين عندي كاينه افالي افالي هي يسرط كنسرطو شي حاجه واخا انا المعنى ديالها ماشي بحال سميتو انا المعنى تاعها يعني ما باش تسرط ليه كيفاش خوه ما بغاش يضربو كاينه اسيت يعني طبق تا دا كيشارك في لي غوبا يعني كنحطو فيه لي غوطا اسيت داكوغ جو كخوا انا هادشي اللي لقيت وهادشي اللي كاين ولكن ما يخليكم نهار امتحان شحال طلبوا منكم طلبوا منكم ربعه ما تفوتوش ربعه بركه عليكم الا مثلا كتبتي هاد هادشي كلشي راح يحطلك صفر حيت خاصك في امتحان تيعلمكم احترام السؤال يعني نكتب مثلا هادي ها واحد جوج ثلاثة وربعة بارك عليا انا عيد انا عشت لكم هادشي كله غير باش نبين لك باش اللي قال لي استاذ راه انا كتبت هادي ولا هادي باش نعرفوا واش الاجوبه تاعتكم فيهم هادو صافي نمشيو دابا للسؤال رقم ثلاثة السؤال رقم ثلاثة نشوف واش كاين شي مشكل في هاد التمرين هذا ايه ان شاء الله غنخليها بنتي خديجه فات غادي نخلي اللايف مسجل سباغيتي بولات مزيان مزيان هند بولات بوحدها وفيوند بوحدها لا بولات دو فيوند هند كلها غروب هذاك سي ان غروب علاش دار لكم بين قوسين ان غروب دو مو يعني هما عارفين اش نحطوا لكم في امتحان عارفين بان نحطوا لكم دي نو باردون دي مو وحطوا لكم دي فير دي غروب دو مو يعني حتى كيف ما مكتوبه مادام ما كاينش فاصله بيناتهم الا كتسمى ان غروب مجموعه غروب دو مو داكوغ نمشيو دابا السؤال رقم ثلاثة سؤال رقم ثلاثة relier les deux phrases suivantes de façon à exprimer la conséquence à l'aide d'un subordonnant هنا la conséquence ou un subordonnant هنا راح تدلكم هنا راه درنا فاش خدمنا في لا فيديو خدمت معاكم لي زيكسبرسيون اون جينيرال انا تفاجئت هنا في الامتحان انهم دايرين لكم سوبوردونون الوغ انا سوبوردونون غادي نعطيهم لكم دابا ديال لا كونسيكونس اللي كنا شفنا داكوغ وهادو اللي غنحط لكم هما لي سوبوردونون ولكن انا لقيت معكم دو مانيير جينيرال سوبوردونون بحالاش ديال لا كونسيكونس كاينين بزاف سوبو الوغ سوبوردونون حتى هما بحال بحال غير كل نوع عنده سميه راه نفس الدور كيقومو به بحال سي بيان كو سي بيان كو سي ان سوبوردونون دو كونسيكونس دو فاسون كو دو فاسون كو سوبوردونون De manière que subordonnant. Si que tellement que hadou subordonnant. Donc ichna c'est pourquoi, voilà pourquoi, d'autres moyens, donc ce sont des coordonnants. Rire, ichna lèche nègna, est-ce à la fin? Ichna lèche gtle koum anaya amnigalna subordonnant. Yani, ma lèche n'stermel. Donc, ma rastemlch, alors ma rastemlch, c'est pourquoi, voilà pourquoi, c'est pour cela que. Hadouma les rastemlch, hadouma les subordonnants. On te m'a raf, toi, l'ahtar ta shahira liya, si bien que. On dit le jumla, fina y'a le jumla. Le jumla y'a. Petit ange était imprévisible, il réservait à son père de mauvaises surprises. Hanaya. راه باينه بانه لا فراز اللي فيها لا كونسيكونس هي رقم جوج داكوغ وغادي نقولو بيتيت انج فين هي نشوف الجمله بيتيت انج ايتي امبريفيزيبل داكوغ هنا في امتحان الموحد ما كيحاولش يقرب لكم على التعقيدات هنا بلا ما تقلبوا C
rien que. On va dire apostrophe. Si bien qu'il réservait à son père de mauvaises de mauvaises surprises. Il y a une mangoule, si bien qu'elle réservait, pardon. Si bien qu'elle réservait, oui. Et même si bien qu'elle réservait, de façon qu'elle réservait, de manière qu'elle réservait, etc. Ça fait. Je fous d'abord la question numéro 3. Exactement, 4 et un peu. La question 4. Je nous donne le lieu. La bouche ouverte. Oui, Amatullah. La bouche ouverte, maintenant, je suis à la table le repas. La bouche ouverte, elle a à la table le jisme, le visage. D'accord ? Mâché un repas, elle a à la table l'atbaq ou l'akl. D'accord ? Mâché manger, oui. Samia, elle se dit. Les phrases, les faits. Alors, je vais te dire à Samia. Si le père faisait attention à ses enfants, et ils comprendront bien vite leur jeu. Réécrivez cette phrase. En mettant le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui convenable. Mais je ne sais pas. C'est l'imparfait. On a dit que la règle que nous avons dit, il y a un si plus l'imparfait qui est le conditionnel présent. On va se faire ça, le conditionnel présent, à la sèbe, il. On va dire que tu il y a dit, le conditionnel présent, c'est le verbe là, comprendre. Ah, il y a terminé le zondien avant toi d'abord. Il comprendrait. Ça fait comprendrait. D'abord, le conditionnel présent. Ça fait. Je fais d'abord la question 5. La question 5. Tellement. Et d'être tellement que c'est ça. On va dire que. Qui va dire que tellement que. On va dire que. Petit ange était tellement. Était tellement, l'idée tellement aussi, l'adjectif, était tellement imprévisible que, qu'il, d'accord, Le conditionnel présent, oui, le conditionnel présent. Mais chez le conditionnel présent. Bravo. Alors, c'est grâce peut-être aux menaces de mon père, yani bifadl waqila bifadl ala ma adun tahdidat al-ab diali qu'Anatole est devenu sage. Yani que Anatole yani bifadl tahdidat nta al-ab diali waqila zama ala ma adun dakchi bach wala Anatole wala tafl yani hadi. Dix petits anges, j'ai dit ma colonne à petit ange. Je nous galère comme elle. Cette phrase permet-elle à petit ange? Cette jumla, je nous qu'attire le petit ange. Ou est-ce que vous faites jumla qui a par, est-ce qu'il dit, ou est-ce d'émettre une hypothèse qui atteint le faradia, ou la exprimer une opposition qui a par n'allez pas juste l'afkar mutanakida, ou la de faire un reproche ou la qui a atteb. Cette dix dix reproches, ou est-ce que tu m'as de l'ancrée? Alors on t'a pas demandé à dire. الحاجه اللي ما قريناهاش ما يمكنش نسطروا عليها. اول حاجه الترجيح الاول هذا غنضربوا عليه لان ان روبروش ما قريتوهاش في التسعه. اذا ما يمكنش نحسبوها. اذا ها وحده تحيدات بقى ليا جوج. بقى ليا هذا وهذا. شنو ندير باش نعرف هذه الجمله واش هذه الجمله فيها ايبوتيز ولا اوبوزيسيون؟ مزيان اش غنقلب على الاكسبرسيون اللي كاتبين عليها. اول حاجه نشوف اش اوبوزيسيون. Les expressions de l'opposition, tu as vu qu'il y a une terre. Qu'il y a mais, qu'il y a or, qu'il y a pourtant, cependant, qu'il y a toutefois, qu'il y a bien que, qu'il y a quoi que. Je vois cette jumelle-là. Je fais cette chose-là.
واش كاين شي حاجه من هادو اللي قلت؟ اذا هاد الجمله ما فيهاش اوبوزيسيون. اذا اش بقى لينا؟ بقات لينا هيبوتيز. دائما باش تعرف اين هي فيهم قلب على الاكسبرسيون اللي استعملنا فيها فرضيه وباش عرفناها مكتوبه بوتيت. هذه ما قريتهاش معكم ولكن كاينه. اشنو هي بوتيت؟ هي على ما اظن، على ما اظن، يعني انا لست اكيده من الجواب. اذا ملي كنستعمل بوتيت اذا انا كنفترض. اذا الجواب ديال هاد لا فراز 5 هو ا داكور. و لا بون ريبونس يعني قال لك كتبوها، غنكتبوها نورمالمون خصنا نكتبوها. وقال لك ريليفي لو مويان غراماتيكال كي لا جوستيفي. وعطانا قال لك باردون ليكسبرسيون اللي كتبين عليها. ليكسبرسيون اللي قلت لكم هي هادي بوتيت، هادي عندها علاقه بليبوتيز داكور. وغيكون السؤال 5 غادي نكتبو السؤال 5 غتكون لا ريبونس هي ا اللي هي امتر اون هيبوتيز. هذا هو الجواب ديالنا. تبقى في الامتحان ما تكتبوش ا، امتحان ديال الموحد ما تكتبوش لهم غير ا وتحبسوا، لا كتب ا وكتب معاه هادي داكور. ولو مويان اللي استعملنا باش نبينوا على الجواب الصحيح ديالنا هذه الكمالة ديال السؤال هي بوتيتر. شنو هي بوتيتر؟ دوما كتقول لها بوتيتر يعني اظن، ممكن بوتيتر. صافي نشوفوا دابا لا كاستيون 6، نشوف واش كاين شي سؤال. ils sont alors hypothèse ils sont est le ils sont لا كيفاش ils sont le verbe comprendre فين هنايا il est ماشي il لا بلاتي شوفي معايا هنا مزيان شوفي راه il il avec ما كاينه كاع s il a ما كاينش s هنايا يعني غادي نديرو comprendre à la fin a it كون كانت s غادي نديرو comprendre à la fin a i n t je crois واش فهمتيني ياك اي مزيان امات الله peut-être دابا غنشوفو رقم 6 conseillant un père de famille d'être un peu plus sévère envers ses enfants un voisin dit قال لك باش ينصح واحد رب الاسره يعني الاب باش يكون شويه قاسح مع ولادو ان voisin واحد الجار تيقول ليه هاد الجار تيقول هاد الاب هذا اش تيقول ليه تيقول ليه لا بونيسيون اي ان مويان انديسبونسابل قال لي العقوبه هي وسيله ضروريه ا اون بون ايدوكاسيون دي زونفون لتربيه الابناء هذه الفكره نتاع لو فوازان نيتون با اونتيامون داكور قال لي هنا قال لك باش ما يكونش هو ماشي موافقو 100% افيك سو فوازان سو بير دو فامي هاد لو بير دو فامي ايسي دو لو فير شانجي دافي كيحاول انه يخليه يبدل الراي ديالو اون اكسبريمون اون كونسيسيون كو ديغاتي باش يعبر على لا كونسيسيون ديالو شنو غيدير هاد الاب هذا هاد الجمله هادي اللي باينه معقوفتين هاد الاب اللي هنا ان بير دو فامي هو اللي غادي يهضر اش غيدير غيقبل لينا هاد الفكره ياك وغادي يعاود يرفضها ابخي بالفكره ديالته هو شنو غيقول لا بونيسيون اي تان مويان انديسبونسابل غيدير قبل منها مثلا وي لا بونيسيون اي تان مويان غنعاود الفكره وي لا بونيسيون اي تان مويان انديسبونسابل اون بون ايديوكاسيون دي زونفون وغندير الرفض نتاعو غنكتب هنايا فاصله مي وندير الفكره من عندي انا وهي غنكتب الثاني عطا الله ما نكتبو يا اما نكتب وي ولا نكتب مثلا سي فغي ولا وي سي فغي عطا الله ما نكتبو وي سي فغي وي tu as raison داك الجوري كنت درت لكم ديال لا كونسيسيون ديال القبول ممكن نحطو اي اكسبرسيون من عندها من عنده غادي ونعاودو الفكره اللي عندنا تمايا وغادي نقولو وي سي فغي لا بونيسيون لا بونيسيون لا بونيسيون est un moyen indispensable est un moyen indispensable à une bonne éducation des enfants a dit jumla ديال داك الجار هذه جمله الجار جا عندك ويقول لك راه شوف راه العقوبه لا بونيسيون واحد الوسيله ضروريه باش نربي وليداتنا هذاك الاب ها هو غيجاوبو غيقبل الفكره ديالتو بواحد سيغتان ميزور وغادي نعاودو حنا نرفضوها ولكن هنا الاب غادي يقول الفكره ديالتو على هاد العقوبه هادي واش غادي يقول ليه
غادي يقول ليه انا قبلت وغادي نعاود نقول مي وغنجيب الفكره من دماغي. مثلا العقوبه زوينه مزيانه ولكن بارفو كتاثر على نفسيه الدراري الصغار. وغادي هنا خصكم للاسف هنا ما عندكمش تجربه من دماغكم غتجيبوها من النص للاسف من دماغكم. اذا خصكم تردوا البال المساله هذه. نقدر نقول مي ال بو يعني هذه العقوبه ال بو افوار انا درتكم غير مثال ال بو افوار دي زيفي نوسيف سور لا psychologie, la psychologie des enfants. يعني ماذا؟ قال لي ان عندك الصح. العقوبة هي وسيلة مهمة أو ضرورية لكي لتربية أبنائنا. ولكن elle هي العقوبة يمكن لها أن تكون عندها آثار مضرة على لا بسيكولوجي دي زونفو على نفسيه الاطفال. داكو يعني هاد ديما هاد لا كاستيون ديال لا كونسيسيون دون لو ريزونمون ملي كيعطيك واحد الفكره تيقول لك السؤال تيكون السؤال ديما كيكون على لاحظتو كتكون كو ديغاتي اكريت pour ma écriture. Écriture. Alors, Naya, bien sûr, mais qu'est-ce que le temps pour que nous disions. Certes, la punition fait peur, mais, oh, mais ce n'est pas là. Chofi. أمات الله سخت مزيانة ولكن الفكرة اللي عندك اللي حطوا لك هاد الفكرة هادي هاد الفكرة اللي عندك هنايا هاد الفكره اللي عندك هنايا لا بونيسيون تاع مويا انديسبونسابل اون بون ادوكاسيون دي زونفو هي اللي خاصك تحطي خاصك تقولي سيرت لا بونيسيون اي تان مويا انديسبونسابل اون بون ادوكاسيون دي زونفون داكور عاد قولي مي ايل في بور او زونفون مي ايل في بور او زونفون صحيحه 100% يعني الفكره ديالتك انتيا خليها حتى الجمله الثانيه لان بها غترفضي الجمله الاولى صافي جيسبر انك تكوني فهمتيني. دابا ندوزو للانشاء. الانشاء شنو قالوا فيه او كور دان روبا ان فامي قال لك كنتي فواحد كنتي يعني اثناء واحد لو روبا وجبه كتاكلها مع العائله ديالك فوز اسيستي ا اون سين دغول حضرتي واحد لاسين واحد المشهد مضحك اكزومبل مورسو دو فيوند ديفيسيل ا ديكوبي واحد طريف ديال اللحم كان صعيب ان داك مولا داك يقسمو بلاص سون سيل يعني واحد طبق بدون ملح une façon un peu bizarre de manger طريقه غريبه في الاكل و 3 بوين يعني اللي بغيتي شوف انت اختيار ديالك قال لك اسيدي راكونتي اون اون دوزين دو لين قال لك غتعاود لينا هادشي في واحد 12 السطر على الاقل سيت ايفينمون هذا الحدث اون بريسيزون سا سيركونستانس نهضروا على الظرفيه ديالو يعني ماذا يعني امتى شنو هي الظرفيه يعني اين وقيتها كان هادشي فين هادشي فين بلاصه كان يعني المكان والزمان et en indiquant les sentiments on a droit à l'احساس ديالك ملي وقعت هاد الحادثه هادي que vous avez éprouvé l'احساس ديالك qui fait rire on قال لكم خاص هاد الحدث يكون في الاخر تيضحك داكو انا ديجا خدمتها وكنتمنى انني ملي نكتبها تحفظوها داكو alors نبداو مثلا غادي نبداو كما قلنا نبداو بلي سيركونستانس الظرفيه نتاع هاد الشيء كيفاش وقعت كيفاش حنا تجمعنا يعني المكان فين وقعت الحادثه والسبب ديال اننا علاش تجمعنا اشنا هو السبب واش عشاء ولا فطور ولا غدا وكذلك لقيتها انا اختارت الليل وقلت مثلا ان سوار يعني في المساء واحد المساء نو زيتيون كنا نو زيتيون داكور نو زيتيون انفيتي كنا معروضين نو زيتيون انفيتي او ديني يعني كنا معروضين للعشاء للعشاء nous étions invités au dîner chez ma tante عند خالتي او عمتي حيت ما طونت لا طونت عندها جوج المعاني اما الخاله او العمه chez ma tante داكور علاش 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 تعرضنا عليها لحد الان كندير الظرفيه الظرفيه هي ظرف زمان وهنايا السبب ديال اشنا هو اشنو كنا اشنا هو الظرفيه يعني العشاء
عند من يعني المكان هي ما طونت وعلاش تعرضنا عندها يعني à l'occasion بمناسبة à l'occasion de la réussite بمناسبة النجاح à l'occasion de la réussite de la réussite de ma cousine يعني النجاح ديال بنت خالتي او بنت عمتي انا نتمنى ان شاء الله ما تكونوا غير نتوما يا ربي ان شاء الله تنجحوا alors un soir nous étions invités au dîner chez ma tante à l'occasion de la réussite de ma cousine بمناسبة النجاح ديال بنت عمتي او بنت خالتي كنا معود العشاء عند بنت خالتي او عمتي point هنا عطوا الاحساس ديالي كنت فرحانه داك النهار انا شوفوا هنايا هضرت على اساس انه ذلك يهضر ولد بالنسبه للبنات خاصهم يجروا في الاخر او وغادي نقول الاحساس ديالي اول حاجه كنت فرحانه او فرحان انا هضرت هنايا جيتي كومبلي شنو هي كومبلي كنت مالي بالفرحه عارمه جيتي كومبلي البنت غادي دير او اكسون صافي alors j'étais comblée de joie يعني كنت فرحا كثيرا j'étais comblée de joie علاش انا كنت فرحان car cela fait longtemps car cela fait longtemps que nous sommes pas réuni. قال لك علاش انا كنت فرحان حيت جيتي كومبلي دو جوا كنت فرحان كثير علاش لانه هذه مده طويله كو نو حنايا نو نو سون با ريوني ما تجمعناش اون فامي ما تجمعناش كعائله داكوغ هذه اولا هذا بدايه اللي هي كتكون عادي ما فيها حتى شي مشكل صافي الوغ هنايا غادي ندرو شويه ديال الوصف نوصفو الطبله كيفاش كانت داك النهار ايتترا وغادي نقول مثلا la grande table نبين بانها سيت اون طابل غروند اللي كان فيها العشاء حيت راه اون فامي la grande table était انا استعملت لامبارفي للوصف était parsemée شنو هي parsemée هي مليئه فعوض ما نقول لكم était pleine من الاحسن نقول لكم parsemée حيت هو التركيبه جديده احسن était parsemée اش درت فيها انايا لا غروند طابل دو سالون سمحوا لي دو سالون نسيتها باش نبين المكان فين كان العشاء لا غروند طابل دو سالون ايتي بارسمي دو ديليسيو دو ديليسيو دو ديليسيو بلا يعني كانت الطبله ديال الصاله كبيره كانت عامره بألذ الاطباق داكوغ et de différentes boissons fraîches ومختلف المشروبات المنعشة هذه وصفت الوصف ما واحد القضيه ما تبقاوش تكثروا في الوصف غير باش نخليو داك القارئ يعيش معنا اللحظه اي دو ديفيرونت بواسون فريش داكو الوغ هنا نبداو في الحركه اللي غتكون شويه اللي تعطيني ابخي غتدوزني لمرحله اخرى ابخي زافوار يعني من بعد ابخي زافوار ابخي افوار بري ما بار الوغ ابخي زافوار بري ما بار dans une يعني من بعد ما خديت الحق ديالي حقي dans une assiette après avoir pris ma part dans une petite assiette dans une petite assiette يعني من بعد ما خديت حقي من داك الماكله فواحد الطبسيل صغير داكوغ Et quand j'étais sur le point
le point de déguster. On a qu'à faire comme si quelqu'un m'a zouini. يعني quand j'étais sur le point, quand tu as la wesh un akula, un akula, mada, un arébilina, d'arrêter غير مباشرة هاد الشخصية شنو كان طيبين دوك الناس sur le point de déguster un morceau de viande grillée au feu du bois. قالك حين كنت على وشك ان اكل واحد طرف ديال اللحم مشوي على حطب على خشب يعني مشوي بحال هكا في المهم مشوي بحال باربيكيو يعني بحال كنت باغا ناكل داك الحيم لو شيان دو ما كوزين يعني الكلب ديال بنت خالتي او بنت عمتي شنو دار le chien de ma cousine me sauta dessus yani ki naqaz aliya le chien ديال la cousine ديالي ديال بنت عمتي او بنت خالتي ki naqaz aliya et d'un seul coup d'accord il l'avala. انا علاش استعملت لكم لو باسي سامبل فهاد الجوج حيت حركات مفاجئه ما كنتش متوقع انا يلا بغيت ناكل هو ينقز عليا الكلب ديال بنت اختي او بنت عمتي نقز عليا اذا سلكو فواحد واحد الرنش واحد اللحظه يعني فواحد دغيا افالا يعني كيقبض داك اللحمه وكيسقطها داكور الوغ هذاك واحد سميتو انا عاد غنشوفو داك السؤال اللي قالوا لنا هنايا ها هو قال لك exprime les sentiments. شنو هما الاحاسيس ديالك وغادي نمشي نقول je suis resté bouche bée بقيت قال لك حال فمي يعني عنصر المفاجاه je suis resté bouche bée devant cet acte يعني امام هذا السلوك ديال هذا الكلب devant cet acte d'accord. J'avais la gorge nouée. Ce sont des expressions. Je suis restée bouche bée devant cet acte. D'accord. J'avais la gorge nouée. Je n'ai pas la gorge nouée. J'avais la gorge nouée. لا غورج نوي بحال عندك واحد العقده في قرجه كتوقع لنا حنايا مثلا الا شفنا واحد الفيلم وكانت العائله مجموعه وفي واحد اللقطه حزينه انت كيبغي باك ما تكرهيش او ما تكرهش تبكي ولكن خصك تضحكوا عليك العائله كيبقى ضرك قرجتك بحال حبس البكيه الداخل هو دابا شنو وقع عليه هو ما بغاش يبكي ما رضاش يبكي قدامهم الو قال لك انا جافي لا غورج نوي يعني النوي يعني احسست بالحزن يعني باغي يبكي ولكن صابر جافي لا غورج noué, j'ai résisté à l'envie de pleurer, يعني قال لك تحديت رغبة البكاء يعني كنت غنبكي ولكن جمعت راسي باش ما نبكيش باش ما يضحكوش عليا علاش pour que personne باش تحبي تضحك عليا pour que personne ne se moque de moi. يعني باش تحب ما يسخرش مني. لكي لا أحد يسخروا مني. غير بدأوا يضحكوا عليه. من غير شوفوا الكلب كلاليه. ما كلتو بقاتيل. كي غير بدأوا يضحكوا عليه. بدأوا يتسرطوا عليه. Pour que personne ne se moque de moi. D'accord. En disant. وانا نقول. هنايا واحد القضية ردوا لها البال نهار امتحان موحد. نخليكم بالنسبة للإنشاء. خصكم ديروا فيها
le récit اول حاجه الحكي يكون هو اللي كبير والوصف شويه شويه وواحد الجمله كتنتهي للديسكور ديريكت فيها واحد الجمله انت كتهضر فيها اشنو قلت انا زعما باش نضحك راسي نافيتيل با اونفي باردون نافيتيل با لو alors شنو كتبت انايا لو دووا d'avoir aussi sa part ماشي سؤال غير زعما تعجب اشنو قلت ليهم انا بديك الصدمه وما رضيتش وما قدرتش وما بغيتش نبكي اش قلت ليهم على مالو ماشي حتى هو عنده الحق انه ياخذ الحق حقه بعنا علاش زعما هو عزلناه غير حيت زعما كلب داكشي باش انا دابا قلتها غير حيت بالفق زعما ما بغيتش نبكي حداهم هنا غنشوف لا رياكسيون ديال لا فامي وغادي نقول توت لا فامي سيكلاتا Le verbe s'éclater s'éclata de rire. Il y a une colonne sur le groupe d'ac. S'éclata, c'est le passé simple. Et nao, s'éclata de rire. Alors que moi, voilà qu'il y en a. Alors que moi, j'ai fait semblant. Comme si rien ne s'était passé. Alors, قال لك العائله كلهم تضحكوا وانا درت بحال لا ما وقعت حتى حاجه يعني زعما دوزتها واخا انا ما دازت ليش غير قدامهم ما رضيتش داكو alors j'espère انكم تكونوا كتبتوا لا برودكسيون اكريت وفهمتوا شويه اشنو نطلب منكم ماشي مشكل هند ماشي مشكل المهم انه الوصف ممكن توصفي الطبله ديك الساعه اشنو كان فيها ولا ممكن تجي مثلا توصفي الصالون اللي كنتو جالسين فيه كيفاش دايروا كيما تكثروش من الوصف داكو هنا اللي كيهمنا بزاف هو ان كيما قلت لكم التكست خاص تكون جامعه بين الحكي والحكي يكون بزاف والوصف يكون شويه وواحد الجمله ديال لو ديسكور ديريكت داكو ايوا راه هي راه غتنوض مدبزه دابا الكلب زعما هما ما توقعوش انه غادي يدير هكا تيقولوا زعما راه عادي بارفو كتوقع لكم تكون مثلا جاتي مع شي مشا ولا كحاطين الماء كتنقص لكم على داك الحوت ولا داك لاداند اللي حاطين داكو الوغ جيسبر انكم تكونوا استفدتوا شويه من هذا الامتحان الموحد هذا الاول وفي العشيه ان شاء الله غنرمي لكم امتحان الثاني ما باقيش غادي ندير نهار لانه خصكم تدربوا بزاف اليوم في العشيه ان شاء الله غنرمي لكم في الليل غنرمي لكم امتحان رقم 2 باش غدا ان شاء الله مع العشرة نعاودو نديروه وتنتمنى تكونوا استفدتوا نتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى صافي جيسبر يكون كلشي واضح واللي عنده شي سؤال مرحبا انا موجوده صافي نمشي في حالتي يلا الله يسر لكم جميعا وان شاء الله ما يكون غير خير هذا اول بدايه ان شاء الله غنشوفوا موحد ديال مدينه اخرى ان شاء الله الله يسر لكم